السيد بشر بن دروش، السيدة نبوبة أكاديمية للساحة دروش، السيد نبوبة أكاديمية التعاون من دروش، السيدة رئيسة جمعية الطلبة دروش، المواقع والصحافة المحلية والإلكترونية، الحضور الأفاضل. أشكر الجميع على تلبية الدعوة لحضور الدورة العادية من شهر أكتوبر من سنة 2013. في البداية لا بد أن أذكر السادة الحضور أن هذه العطلة ديال الصيف اللي دازت على دروش كانت جد مميزة، واحد مجموعة ديال اللقاءات اللي عقدتها المدينة ديال دروش على المستوى الرياضي والثقافي والفني. هذا كان بالضبط في مناسبة ديال 20 غشت فورة كبيرة الشعب، كذلك المناسبة ديال عيد الشباب اللي كانت ذكرى 50 ديال جلالة الملك محمد السادس. ولأول مرة كان انطباع جيد للجالية المقيمة بالخارج، لأن تواجد واحد المجموعة ديال الأشخاص من البلدية ديال دروش وأشادت ولو واحد بالمجهود الذي يقوم به المجلس البلدي لدروش. المجموعة اللي كانوا كيشوفوا المدينة ديالهم في الصور تحكم الفرصة هذه السنة في العطلة الصيفية، زاروا المدينة ديالهم وجاو داروا واحد كلام طيب اللي هو حقيقة شجعني أنا كرئيس ودوري خصني بالغول السادة الأعضاء، لأنه إن شاء الله رحنا غادي في الاتجاه الصحيح والمدينة ديال دروش كترقى سنة بعد سنة طبيعة الحال باش تعود الوسائل المتاحة والمتوفرة لدينا. وقبل البداية في دراسة ونقاش الدورة نعطيو كلمة للسلطة المحلية باش تبدا إن شاء الله الدورة ديالنا ونطلقوا. المساعدة وجناء الإنسان الطموح ويخدم الإقليم ديالو يعني بكل تفاني، حنايا كذلك كنشكرو باسم الأعضاء بلدية دروش السيد باشا اللي هو كذلك كنلقاو دائما موجود معنا في المدينة ديالنا كيساعدنا في جميع ما تقوم به الجماعة الحضرية ديال مدينة دروش. نشكرو السيد باشا. إذا كما ذكرتي كما جاء في استدعاء لكم أن جدوا الآن مصدر العام في شهر أكتوبر كتشنو 8 ديال النقاط. دابا سنستطيع أن نسامحكم هذه النقاط. كاين النقطة الأولى دراسة مشروع الميزانية للسنة المالية 2014. دراسة مشروع اتفاقية شراكة بين جمعية الطلبة دروش والجامعة العربية دروش والمصادقة عليها. دراسة طلب إحداث مركز لإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة والمصادقة عليه. دراسة مشروع اتفاقية شراكة بين مملكة وزارة الصحة بدروش والجامعة الحضرية دروش والمصادقة عليه. دراسة كنش تحمل الخاص بنقل المرضى والجرحى والمصادقة عليه. دراسة كنش تحمل الخاص بنقل اللحوم والمصادقة عليه. المصادقة على محضر اللجنة الإدارية للتعويض المتعلق بالتركات الأرضية ذات الرسم العقاري 11/1989 بالغ مساحتها 10,000 متر كاري. مربع الكائن النابحي الامام الغربي من اجل احداث ملعب رياضي. ثامنا الموافقه على اقتناء قطعه ارضيه متواجده بحي الامام الغربي ذات الرسم العقاري 11,385 مساحتها 10,000 متر مربع المرموز لها بالتأسيس جوج حسب رسم الهيئه وذلك لاعاده ملعب رياضي. اذا مجموعه من النقاط منها اللي وافد علينا من السلطة المحلية، منها ما هو مقترح من جمعية دار الطلبة وكذلك وزارة الصحة والتعاون الوطني، ومنها ما هو مقترح من السادة أعضاء المجلس الحضري ديال دروش. ودراسة مشروع الميزانية هي لب أو روح هذه الدورة في شهر أكتوبر، ونحن سعداء لأن لا حدود اليوم البارح عادت توصلنا الدعم اللي كتعطينا الوزارة اللي كيتسمى التيبيان. التيبيان ما عادش ديناها ويمكننا بواسطة ديالها باش خرجنا نجزو هذا المشروع ديال الوزارة. البارحة وفيه التكوين النهائي وفيه كل شيء. حنايا ما بقيناش جالسين ما قال لك السيد المدير قلبوا لي عمر باش غادي يكون التكوين النهائي. كنت سباق ومشيت عند السيد باشا وطلبت منه انه يحضر لجنة ديال التقييم باش نشوفوا هذه البقعة واش صالحة واش غير صالحة والموقع ديالها والمساحة ديالها.
وبناء على القرار اللي دار السيد الرئيس ديال المجلس الحضري لمدينه الدريوش اللي العقد يوم الاثنين 31 يوليوز شهر 7/2013 على الساعه 11 صباحا في بقعه بشويه الدريوش، اجتماع اللجنه الاداريه ديال الخبره المكونه من ممثلي المصالح الاداريه التاليه: ميمو الشطيطي باشا مدينه الدريوش، محمد بوكري رئيس بلديه، علي العناسي ممثل مندوبيه املاك الدوله، بوشعيب الغيوي ممثل مندوبيه الاسكان والتعمير، مولاي المهدي قادرين ممثل وكاله الحضريه للناظور، محمد شهبون ممثل قسم التعمير بعمله اقليم الدريوش، الحسن المغفور مصلحه التشغيل والتنفيذ بالدريوش، مصطفى الشرقاوي ممثل صحة الممتلكات الجماعيه للجماعه الحضريه للدريوش. اذا هذه هي اللجنه كانوا فيها 8 الناس، سمينا وقبلنا واتفقنا على البلاصه وكل شيء، انما الموافقه اللي هي تتاخذ بعين الاعتبار هي الموافقه ديال المجلس من طبيعه الحال. احنا سبقنا لكم الساده الاعضاء ودرنا هذا العمل، رقم القطعه الارضيه الموقع ديالها حي الامل الغربي، الرسم العقاري ديالها 228، تاريخ العقد 8/1/2013، المساحه ديال الارض هذه كلها يعني 15 هكتار و190، الثمن المصرح به هما هي 330. هذا الشيء كلها معطيات، نشكر السيد الباشا ديالنا اللي دار هذه المجموعه اللي احتفظ لنا بعد بهذه المعلومات كلها. دابا غادي ندوزو مثلا للثمن ديال هذا الارض، هكتار فهم واحد الحجم واحد ترسم اكثر من البوليس العالم جالس نجم بريد يكون غير غزال فهم واحد الليل دايز 10000 متر كاس الثمن المتر 100 درهم، معنا 100 مليون تما الأرض كتسوى أكثر من هذا الثمن. لكن هذا لجنة إلا كتشوف واحد المشروع اللي عنده اجتماع إلى ما كنقولوا ما كتكونش القيمة الحقيقية ديال العقار بحال ما كدير مشروع اقتصادي أو مشروع تجاري أو شي حاجة من هذا النوع. حنا ما غاديش السيد ما كيبقاش غنقب من أجل العمارة أو السيد اللي كيجي اللي كيستافد. إذا حنايا قيمناها 100 درهم للمتر، بمعنى غادي نقول لك غادي نديو 100 متر وهي حاليا هما ما كيبقاوش يستغلوها حاليا هذيك من العقيات المرفق وهما ما يقدروش يبيعوها. وحتى الدوله ديالنا نهار اللي جات وقالت هذا ملعب ما شاء الله، لان قالت هذا السيد ها هو عنده 15 قطار ناخذ له واحد قطار، ما مشاوش عند اللي عنده قطار وقطار وقطار، لا كاين معايير ديال يعني فين كيختاروا ديال الاقتناء ديال كيفاش كيشوفوا البلايص اللي غادي يكون محطوطه فيهم سميتو. حنا اليوم حطينا جوج نقاط كما جدول الجدول ديالنا، هي النقطة الأولى المصادقة على محضر اللجنة، هذا اللي خلينا عليكم الإداري اللي تكون متعلق بالقطاع الأرضية ديال الرسم العقاري قلناها لكم هذا هو هي 100 درهم. كاينة نقطة ثانية هي الثمينة والأخيرة الموافقة على الاقتناء، إذا وافقنا على الثمن ديال 100 درهم ما بغيتوش تنقصوا ولا تزيدوا كندوزوا مباشرة للنقطة الموالية كنقولوا حنا موافقين بالقطاع الأرضية. إذا ما كانش موافقة على المجلس ما كاين والو بطبيعة الحال. إذا 100 درهم المناقشة مفتوحة. والمعوزة من مختلف بلديات وجماعات الإقليم، المعوز أو ذوي الحاجات الخاصة يستحق وكل يعني تقدير وكل مساعدة وكل يستحق التعليم وله الحق في ذلك. إذا هذه الرسالة اللي جبنا من السيد المندوب الإقليمي بدريوش. إذا مشينا نقراو الملف التقني ديال المشروع باش نحيطكم علما يعني بالمحتويات ديال هذه الاتفاقية باش تكون عندنا فكره. اذا اسم المشروع احداث مركز خاص بذوي الاحتياجات الخاصه الاعاقه الحركيه والذهنيه. حامل المشروع طبعا بلديه الدريوش، موقع انجاز المشروع بلديه الدريوش، الفئه المستهدفه او المستفيده والمستهدفه من المشروع الاطفال ذوي الاعاقه الحركيه والذهنيه. اهداف المشروع الرعايه النفسيه والاجتماعيه والصحيه لفئه الاشخاص او الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. اذا شنو غادي تقدم لك خدمات؟
كاين خدمات نفسيه اجتماعيه صحيه تعليميه وتربويه ثم ترفيهيه. الشركاء المتوقعين لاحداث المركز المجلس البلدي توفير البقعه الارضيه. التعاون الوطني المساهمه في التجهيز. المبادره الوطنيه للتنميه البشريه المساهمه في البناء. وكاله تنميه اقاليم الشرق المساهمه في البناء. المجلس الاقليمي المساهمه في البناء. وزاره المراه والاسره والتنميه الاجتماعيه المساهمه في التجهيز. الشركاء في التسيير. المجلس البلدي المراقبه والتتبع ومنحه الجماعه. التعاون الوطني منحه التسيير وامكانيه الاستفاده من منحه التجهيز. وزاره التضامن والمراه والتنميه الاجتماعيه المساهمه في التجهيز وتخصيص منحه سنويه للتسيير. الصحه المساهمه في التقطير. التعليم المساهمه في التقطير. الجمعيه المساهمه في الاشراف والتصميم. اذا التصميم اذا هذا هو هي البطاقه التقنيه ديال المشروع. انا بكل صراحه الادماج ذوي الاحتياجات الخاصة أصبح ضروري. أصبح ضروري لأن هذه الفئة كتعاني بزاف. حنا المجتمع اللي ولا كيهتم بحقوق الإنسان في المغرب وكيرتقي نهار بعد نهار، حنا في البلدية ديالنا لابد خصنا نساهموا باش كاين نوع آخر على الأقل نشوفوا هذا المجتمع موجود إعاقة اللي كتبوا كنظن شي 3000 يعرفوا الفاسيون مروان في الاحصائيات 3000 في الاقليم كله. حنا المركز كيشتغل احسن عمل كيشتغلو الانسان فيما يخص التنميه هو ينمي العنصر البشري. الصراحه هي اول حاجه ما الانسان ميبغيش يصاوب طريق ولا يصاوب شارع هو بشحال ما استثمر ونمى العنصر البشري، لان كيبقى العنصر البشري هو المحور ديال التنميه المستدامه والتنميه اللي منشوده. حنا سيدي بندو أنا شخصيا عندي موافقة أن نوفروا البقعة الأولى والبقعة الزوجة، وأن اليوم دي تيرا اللي هما تيدري سيد بشار عارف كنت غادي ندير البشوية الحمد لله دابا هاد البلاصة ربحناها وراهي محفظة، وإلا بغيتي نجي نعطيوك الموافقة باش تمشي أنت دير التركيبة ديالك ديال المشروع. الحمد لله حتى الإخوان ديالنا في الأندلس هما حقيقة اللي كيعطيو هاد الإعانة ديال 200 مليون كنظن ولا هما راكم ذكرتوهم في الرساله ديالهم. والمجهودات ديال الوزاره ديالكم ان شاء الله، وحنا رحنا موجودين والمجتمع المدني ديال الدريوي مجتمع مدني قوي، يعني ما غاديش نخافوا باش السير كاينه ان شاء الله. وان اوتور يعني رحمت على التفوق ديالها والامكانيه ديالها انها تسير اي جمعيه ان شاء الله كما كانت. نعطيو فرصه للساده الاعضاء اذا كان شي ملاحظه او شي تساؤل. مدينه الدرويج دوله السكان مراكز البقعه مثلا كابوتو فينا بغينا المركز يكون عنده يكون مسؤول عن مدينه الدرويج يكون عندها الشرف ان المركز يكون مركز اقليمي هو غيكون يقدم خدمات فائده البلد لفائده الساكنه ديال الدرويج الناس ديال الدرويج على الاستقلال. دابا لما غيصحاب الدوش غنسالي يصحاب الدوش بحال اللي ممكن
عندما تفضلنا تسجل ديال الميدار وغادي نعطي وجه الاخرين قالوا لا غادي يبقاو مشاكل. نعم بطبيعه الحال يعني المشروع كيتواجد في الكره ديالنا وحنا لاحقين الارض ديالنا والارض اللي كانت تواسع في الحافله هذه راه ماشي مزلقه لينا بالسماح راه حتى حنا بطبيعه الحال شريناه راه شرينا 100 مليون هاد السنه وهاد السنه اخرى غنشريو دابا 100 مليون اخرى يعني حنا كنجيبو الفلوس على الساكنه ديال دروج كنشريو الارض باش الساكنه ديال دروج تستافد من بطبيعه الحال عمليه بسيطه يعني واقعيه ومنطقيه و... كما هذا الشيء بالنسبه للمدينه كيف شرط تفضل استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصديق الامين. اذا ردا على قسمته نقاش لا اقل ولا اكثر على ما تقدر به السيد المندوب هو ان هذه الرعايه اللي نسميها انا شخصيا رعايه تكميليه بالنسبه لنا كمجلس بلدي هنا نرحبوا بهذا المقترح وكذلك اننا كما سمع السيد الرئيس اننا يعني سنوفر الوعاء العقاري لهذه الشريحه من المجتمع التي تعاني و المطلوب هو بالمناسبة أن المجلس البلدي يريد أن يتعرف عن قرب بالإجراءات المتخذة من طرف وزارتكم خاصة على الصعيد الإقليمي تجاه هذه الشريحة التي تعاني الأمرين الحرمان أو مرارة الحرمان من التعليم ومرارة الإقصاء من طرف الجميع وشكرا. شكرا.